السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ اخباركم؟ كلشي بخير؟ كي دازم هاد الاجواء البارده؟ ولهذا اليوم قلت غادي ندير واحد الكيكه ديال القرفه لعشاق القرفه، والكيكه ديال الخريف والشتاء. هذه خاصه بالخريف والشتاء لان فيها داك القرفه وهذاك السكر، وواحد الطريقه باش كدار كتعطي واحد السعرات حراريه في هذا البرد، اللي هي كيك السينامورون. كلشي غادي يكون يعرفها الناس، راه كدير بطريقه اخرى، انا درتها بهذه الطريقه. نجرب نقطع معكم واحد الطريف، راه كتجي زوينه واقتصاديه في نفس الوقت. راه كتكال سخونه، شوفوا كيجي فيها واحد المذاق زوين وواحد الخفه. كنتمنىكم تطبقوا معايا الوصفه، ولهذا دوزوا معايا لطريقه التحضير ديالتها بالتفصيل، ايطاب بايطاب، من اول خطوه الى اخر خطوه. والى الفيديو، مرحبا بكم معايا. المقادير ديال كيكه السينامون رول ديالنا كالتالي: عندنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، جوج كيسان ديال الحليب دافي من فئه 100 سنتيلتر، بيضه، نص معلقه ديال الخميره معجونه، قليل من الملح، كيس ديال الخميره كيماويه، وثلاثه ديال المعالق ديال السكر سنيده. والحشو عندنا ثلاثه معالق ديال الكاسوناد اللي هو السكر البني، معلقه ديال الكاكاو، معلقه ديال القرفه، والزبده. الزبده غادي ناخذ واحد شويه غادي نعجنوا به، من بعد هانتوما غتشوفوا معايا بحال طريقه البريوش. والنصف الاخر غادي نقادوا به ان شاء الله السينامون ديالنا. الخميره درنا هنا مع معلقه ديال سنيده مع الحليب حتى تتفاعل، وحنا كنحطوا المقادير الاخرين. نديروا البيضه، درنا واحد الحفيره بعدا، نديروا بيضه، نديروا الملح، جوج معالق ديال اللسان ديال المتبقيين، شنو نديروهم؟ غادي نشوفو ديك الخميرة اللي هي تفاعلات، خاصها تذوب متبقاش باينة، إما حبيبات إما هاد المعجونة نفس الوظيفة كيأديوها بجوج. نديرو هاد الكيس حتى هو، نديرو كلشي في طبقة وحدة. غنبداو العجن. بسم الله، كنبقاو مستمرين هكذا حتى كنعجنوها مزيان. بعد ما عجنناها وتجانست وهذا هو الشكل ديالها، غادي نغطيوها دابا ونخليوها تخمر حتى كيضاعف الحجم ديالها، وغنتلقى بكم. ملي خمرت لينا العجينه ديالنا غادي نديرو ليطاب الثاني، غنزيدو عليها معلقه ديال الزبده هاد القياس، هذا تقريبا شي 40 غرام هكاك. وغادي نعجنوها، نحاولو ندخلوها فيها مزيان، راه الخميره تفاعلات مزيان. صفاو من البريوش، غنبقاو خدامين حتى كنحسو بالزبده كلها دخلت وسط العجينه، وغنتلقى بكم. ملي دخلت لنا الزبده نتوما كما كتشوفوا دخلات كامل، هاد العجينه متجانسه. غادي ندوزو نديرو فوق لو بلون دو طرافاي، كتجي العجينه بغيوشي مزيان. هادشي
ملي كملنا العمليه ديال هذا الكاكاو مع الكاسونات غنبداو اللويوه ما كتشي نتو معايا بحال هكذا نجبدو لعند باش ما يبقاش الفراغ الوسط كنقرصو على العجينه باش كتشد مزيان من هنا باش يجينا بالتساوي المول ديالنا كنا درنا ليه الزبده والدقيق باش ما تلصقش وغادي نقطعو بحال هكذا هاد اللاص اللي فيها النهايه ديال العجينه راه غتكون لتحت ثاني نبركو على هاد الجناب باش يلصقو تاهو معايا صافي غادي نخليوها تخمر حتى كتطلع فيها الخميره وكنديروها في الطين خليناها مخمرات ها هو كما شفتوا ضعف الحجم ديالها غادي نخشيوها في الفران طيب على النار متوسطه 180 حتى 200 دوغري ونطلق بكم من بعد ها هي السينامون ديالنا بعد ما طابت غادي تبرد ونديمو ليها ونطلق بكم عاوتاني ندير ليها الفوندون باش نسويوها ها هي منين ديمو ليناها نخلي واحد شويه تبرد غادي نوجدو الفوندون الفوندون عباره عن سكر كلاصي واحد القطيره ديال الحامض معلقة ديال الزيت والماء ما يكون غير بشويه راه دغيا تيجرى معاها حتى نشوفو خصنا نزيدو الا زهقني ما تيجرى غير بشويه يلاه ما نزيد خاص نزيدو التكستير مزيان داك الزيت كيعطيه واحد اللمعه زوينه شفتو غنشوفو الكيك ديالنا صافي وهكا تنكونو كملنا الوصفه ديال اليوم كنتمناكم تجربوها راه كتجي زوينه اقتصاديه الى فيديو اخر ان شاء الله